فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. زلنا معنا صلاة التسبيح صلاة التسبيح، لأن صلاة التسبيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صليها ولو في العمر مرة. روى المصنف رحمه الله تعالى من طريق كان رفعونكم عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم. نعم الآن أعتقد فتح. قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات. قال ثم فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقوم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. عليكم السلام كده. وتهلل 10. ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قال قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة. قال صليها من ليل أو نهار. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها عبادة مطلقة ليست مؤقتة بوقت. أنها عبادة مطلقة ليست مؤقتة بوقت. قال أبو داود وحبان بن هلال خال هلال الرازي نعم. قال أبو داود رواه المستمر ابن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا نعم. ورواه روح ابن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قوله. وقال في حديث روح فقال حديث النبي حديث النبي حدثت عن النبي أو قال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولي أثيبك أجازيك يعني وأعطيك كقوله لعمي أحبوك، لأن الأمر عظيم الأمر جلل. شوف قال فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح، فيها التسبيحات المقصود بها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، فكل واحدة تكون 10. وهذا أيضا في جلسة الاستراحة. قال منذري روات هذا الحديث ثقات، قال حافظ لكن اختلف فيه على أبي الجوزاء، فقيل عنه عن عبد الله بن عباس، وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل عنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهذا اختلاف، هو من مسند ابن عباس أم من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص أم من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا اختلف عليه. واختلفوا أيضا في رفعه ووقفه، فكثير منهم وقفوه على ابن عباس، وقد أكثر الدرقني من تخريج طرقه على اختلافها، وسكت عن الحديث المدري. والمستمر بن ريان قال علي بن سعيد عن أحمد بن حنبل إسناد حديث أبي الجوزاء ضعيف، كل من يروي عن عمرو بن مالك النكري وفيه مقال. وقد روى المستمر بن ريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك؟ قلت مسلم بن إبراهيم. فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. قال الحافظ بن حجر فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك، فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه ذلك. فهنا معناها أن أحمد كان يضعف أولا، فلما علم المتابعة رجع فحسنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. وقال يعني ابن عباس قوله يعني موقوفا عليه. قال روى في حديث روح يعني هذه الجملة التالية، فقال أي ابن عباس رضي الله عنه حديث النبي، أي هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ابن عباس قال وإن, 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 وإن رأيتموه من قولي فاعلموا أنه حديث مرفوع رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام ابن إبراهيم المخزومي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس عن ابن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وعبد القدوس شديد الضعف.
وختب المصنف الكلام على حديث التسابيح برواية عروة بن رويم. حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم. قال في السجدة التي الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. قوله حدثني الأنصاري قال الحافظ في أمل الأذكار والأنصاري غير مسمى. قال المزي قيل إنه جابر بن عبد الله وأن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن روي أحاديث عن جابر والأنصاري فجوز أن يكون هو الذي ها هنا، لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة. قال وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع بهذا السند بعينه، فقال فيهما حدثني أبو كبش الأنماري. فلعل الميم كبرت يعني قليلا فأشبهت الصاد، ممكن فإياكم كذلك. فصحابي هذا الحديث أبي كبش الأنماري مش الأنصاري، وعلى تقديرين فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن، فكيف إذا ضم إليه رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو كذا في الليالي. شوف انظر كما قلت 40 محدثا يصححون صلاة التسبيح، ما أدري كيف يفرد فيها الطلبة. قال المدري وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي وابن من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. قال أيضا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقال أبو جعفر محمد بن عام العقيلي الحافظ ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت هذا آخر كلامي، وقد وقع لنا حديث صلاة التسبيح من حديث العباس بن عبد المطلب شو الحافظ بقى وغيره وأنس بن مالك وغيرهما، وفي كليهما مقال أمثل حديثها حديث عكرمة عن ابن عباس الذي ذكر. فإن أبا داود وابن ماجه أخرجاه عن عبد الرحمن بن مشر بن الحكم العبد النيسابوري، وهم من اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه في صحيحيهما عن موسى بن عبد العزيز، وهو أبو سعيد العدني القنباري، وروى عنه عبد الرحمن بن مشر بن الحكم محمد بن حكم بن أسد الخشني. وقال يحيى بن معين لا أرى بأسا عن الحكم عن ابن أبان، وقد وثقه يحيى بن معين أحد العباد. وعكرمة مولى ابن عباس وإن كان قد تكلم فيه جماعة فقد وثقه جماعة واحتج به البخاري في صحيحه. وفي التلخيص والحق أن طرقه يعني ضعيفة، كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن لأنه شاهد شدة الفرضية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صديقا صالحا فلا يحتمل منه التفرد. كل هذا على منهجية ابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي حق ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه. والصحيح كما قلت أنه صححها الحافظ بن حجر، صححها ابن صلاح، صححها غير المتقدمين. قلت 40 محدثا يصححون الحديث، فالحديث صحيح. والفضيلة عظيمة جدا بهذه الصلاة، صلاة التسبيح، أنه يسبح 300 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفيها من الفضل مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، دقها وجلها، هذا أمر جلل وتركه ليس من العقل. نعم. ثم قال باب ركعتي المغرب أين تصليان. عن كعب بن عجرة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال هذه صلاة البيوت، يعني الأولى أن تكون في البيوت، فقال هذه صلاة البيوت. لما رأهم يسبحون يعني يتنفلون بعد صلاة المغرب، وهذه فيها دلالة على الركعتين بعد صلاة المغرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. رقيبة الفجر ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، هاتان الركعتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال أفضل صلاة المرء في بيته ما لم تكن الفريضة. أما إذا كان معتكرا في المسجد فلا، الذي لا يرجع لبيته فيصليها في المسجد. قال الذهبي في الميزان إن إسحاق بن كعب تابعي مستور تفرد بحديث سنة المغرب وهو غريب. قال المدري أخرج الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا
الحديث. وروى أيضا المصنف بسند عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله يطيل القراءة في ركعتين بعد المغرب حتى يتفرق يعني ينصرف أهل المسجد، مع ذلك أنه كان يصلي في المسجد. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع أخبار نصر المجدر عن يعقوب أيضا بمثل هذا الإسناد. ابن عمر في الحديث الأول قال كان النبي يصلي الركعتين في بيته، وهنا حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، فهذه على حسب الأحوال، هذه على حسب الأحوال. فأحيانا كان النبي يصلي الركعتين ركعة المغرب الركعتين يصليهما في المسجد ويطيل القراءة. وإن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في رواية ابن ماجه أنه كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون وبالإخلاص. وفي قول ابن عباس حتى يتفرق أهل المسجد يعني يصليهما فيطيل فيهما القراءة حتى ينصرف أهل المسجد من المسجد. في قول رواه نصر المجدر ونصر بن زيد الهاشمي أبو الحسن البغدادي، والمجدر على وزن معظم لقب نصر ابن زيد. كذا فإن التاج القمي أسنده يعني جعله موصولا كما رواه موصولا. ثم ختم الباب في صلاة المغرب أنه قال عن سعيد بن جبير عن النبي بمعناه مرسلا. قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن النبي فهو مسند عن ابن عباس. يعني السقط هنا في هذا الباب يقولون الرواية من سعيد بن جبير عن النبي الأصل فيها أن سعيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد بن يونس وسليمان بن داود لم يذكر في روايتهما ابن عباس، لكن قال يعقوب القمي كل شيء حدثتكم عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي فهو مسند على ابن عباس، فصار حديثه موصولا هنا وإسناده سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المدري في إسناد يعقوب بن عبد الله هو القمي الأشعري كنيته أبو الحسن. قال الدقني ليس بالقوي، فيه ضعف، فيه ضعف، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره بالصلاة في البيت وهذا الأصل، وكان أحيانا يصليها في المسجد ويطيل القراءة. الفوائد المستنبطة رحمة الله الواسعة بعباده أن جعل لهم صلاة التسبيح فيها مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها ودقيقة وجلها. من الفضل صلاة النافلة في البيت. ركعة المغرب بعد المغرب من السنن الرواتب. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.